وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من ليبيا المحلل السياسي السيد عبد الحكيم معتوق. أستاذ معتوق، بعد التحية، كيف قرأتم الخطاب الإعلامي لقناة الجزيرة القطرية وتعاطيها مع الأوضاع في الداخل الليبي؟ أنا حقيقة أستغرب، يعني خصوصا بعد هذا التخارب الذي حصل، ويعني والنوايا التي أعلن عنها من قبل الجانب القطري، وهم حقيقة يعني قالوا بأنهم سوف يعملوا على تغيير هذا الخطاب. طبعا وعدادوا أن يتنصلوا من أنهم ليسوا مسؤولين مسؤولية مباشرة على خطاب قناة الجزيرة، ولكن هي قناة الجزيرة القطرية الموجودة في الدوحة وتعكس بشكل كبير وجهة نظر السلطة الحاكمة، ولا يمكن لها أن تمس يعني السلطة ولا أخطائها، ونحن كنا نتابعها. ولكن تعرف يعني جمهور قناة الجزيرة خلال السنوات الأخيرة قل كثيرا بجهة أنه اكتشف كثير من الحقائق الدامغة فيما يتعلق بمفبركة الأخبار والتحشيد والتفتين وإلى ما هناك. فأنا أعتقد أنه يبدو هناك لوبي معين وراء هذه القناة يستهدف الأنظمة العربية، يستهدف الشعوب العربية، يريد أن يستمر في هذا الخط إلى ما لا نهاية، ويزعم بأن السلطة الحاكمة ليس له علاقة بها، والعكس صحيح. إنما أنا أجزم بأن هناك رضا من السلطة الحاكمة على ما تقوم به قناة الجزيرة وما قامت به في السابق، سواء كان في ليبيا، في مصر، في تونس، في السعودية، في أيضا في البحرين. ماذا عساك أن تقول يعني حقيقة، إلا أنك أنت تعمل بشكل مختلف من خلال وسائل الإعلام العربية الأخرى والمنصات ومواقع التواصل على رفع منسوب وعي المتلقي العربي وإبراز الحقيقة وخلق مقاربات ومقارنات لما يحصل، حتى يتأكد زيف خطاب هذه القناة وأنها تعمل على يعني لفتنة وإدارة المشاكل في منطقتنا بشكل عام. نعم، المحلل السياسي السيد عبد الحكيم معتوق المحلل الليبي من القاهرة، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.